وابن رأيك عالدليل، قلنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاء يتجدد معكم يوميا في التحدي كما تعودنا فيه مشاهدينا الكرام، نناقش ونتابع ونحلل ونقترب أكثر من أهم وأجرى القضايا المطروحة على الساحة المصرية والعربية. واليوم أعتقد من الأهمية بمكان أن نقترب من ملف يهم فئة كبيرة جدا من المجتمع، ولما نتكلم عن موضوع الإسكان فبنتكلم هنا عن كفتي الميزان، جمعيات الإسكان الأهلية، وطبعا كانت قامت بنشاط ملحوظ الفترة اللي فاتت بالتوازي مع جهود الحكومة ووزارة الإسكان في مشروعات الإسكان اللي احنا عارفينها ويعني سمعنا عنها كتير، ولكن هل بالفعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل هذه الجمعيات جمعيات الإسكان استطاعت أن تحل أزمة؟ هل حلت بالفعل أزمة الإسكان أم أن البعض اتخذها ستارا لتربح غير مشروع أحيانا، وأنها كانت بدل ما تكون تحديدا حل أصبحت أزمة؟ ويمكن معايا تقرير يمكن بيقول مشاكل الإسكان التعاوني تبحث عن حلول، مشروع قانون جديد يتلاقى أو يتلافى ازدواجية الرقابة، وهذا هو عنوان الحلقة الذي نبدأ به مع ضيفينا الكريمين معنا ومعكم على الهواء مباشرة. سعادة المستشار حمدي نوارة رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية ورئيس جمعية إسكان بمدينة نصر، ومستشار جمعية الإسكان بالنقل البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بالسادة الضيوف منورنا الأستاذ علاء معانا، بتاع الأستاذ علاء بتاع الأمين العام بتاع مشروع ابن بيتك. أهلا بيك أستاذ علاء دين إسماعيل أمين عام جمعية ابن بيتك، أهلا بيك أستاذ علاء. أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم العزيز. أهلا وسهلا. في البداية يمكن التقرير معايا الحقيقة أحب أقرأ لحضراتكم، في البداية بيقول جمعيات الإسكان التعاوني التي يصل عددها إلى 1900 جمعية منتشرة في جميع المحافظات، ويتعدى رأس مالها 12 مليار جنيه، تواجه العديد من المشكلات التي اضطرت بعض هذه الجمعيات للتوقف عن تنفيذ مشروعاتها، وأدت لحل بعضها الآخر أو تأخر الأعضاء عن تسلم وحداتهم أو استرداد قيمة ما دفعوه مقابلها. الحقيقة ده بننطلق منه مع هذا العدد الضخم، رأس مال 12 مليار، أعتقد سعادة المستشار حمدي نوارة رقم كبير. طبعا الرقم ده بيمثل تحديدا ايه في قطاع زي قطاع كبير زي قطاع الاسكان؟ قطاع الاسكان فنم هو قطاع المفروض انه بيحل مشكله من اهم مشاكل الاسكان، في اللي هو مشروع اسكان الشباب اللي احنا بنشتغل فيه من ايام الرئيس السابق اللي هو السيد حسني مبارك، وكان عمل قطاع التعاونيات لحل ازمه مشكله الشباب اللي تفاقمت في وقتنا الحالي. هو اللي عمل هذا القطاع، هو عمل قطاع التعاونيات لحل أزمة مشاكل الشباب، بحيث انها تعمل محدودي الدخل وهتعمل مساكن خاصة بقطاع الشباب ان بيلائم ظروف الشباب المصري، بتكلفة اقل، يعني بتكلفة تعتبر ان هي مش اقل، تعتبر سعر التكلفة مظبوط. ان انا لما بعمل جمعيات اسكان انا بجيب جمعيات بتعمل مشروع اسكان بسعر التكلفة وليس من اجل التربح. تمام. انما اللي بيحصل في الوضع الحالي ان بيحصل تربح من قطاع التعاونيات ومن قطاع الجمعيات، لانها بتشتغل مع مقاولين فبيجي يحط تكلفه وفيها مش ربح، فالطبيعي ما بقتش بتعمل بسعر التكلفه الفعليه اللي بيتحملها الشاب اللي داخل عايز ياخد واحده سكنيه بسعر التكلفه. حتى لو النهارده بتحطيت له سعر التكلفه انت بتجيب بنك كمان يحط له فوائد وبياخد منه تقسيط على نسبه 5 سنين بفايده بنكيه. فاصبح ان انت عندك النهارده في بتحمله عبء تربح المقاول وعبء الفايده البنكيه، فما بقتش عندك مشروع تعاونيات، ما بقاش عندك مشروع خدمي خاص بالشباب. فانت بقيت بتعمل مشروع النهارده بتحمل اعباء على الشاب النهارده، فالنهارده بيضطر الشاب ان هو اللي ياخد تخصيص باسم الجمعيه ان هو بيبيع الايصال او بيبيع التخصيص بتاعه عشان هو غير قادر على الكلام ده. لكن استاذ علاء الدين اسماعيل طبعا كامين عام لجمعيه ابن بيتك، يمكن حضرتك تحديدا كهذا المشروع تحديدا، يعني هل نجح بنجاح وبدرجه كام؟ مشروع ابن بيتك هو يعد نجح بمثابة 70% او 60% بتتراوح
وممكن ينجح بنسبة 100%. ده مشروع حكومي. أنا هنا مشاهدينا الكرام أنا بتكلم على ابن بيتك كنموذج من مشروعات الإسكان الحكومية اللي تبنتها الدولة، وهل بالفعل كان هذا المشروع ناجح وبنسبة كام مضاهاتا بمشروعات الإسكان الجمعيات التعاونية الأهلية؟ هو ناجح بدرجة كام تحديدا يا أستاذ؟ لا ده بالنسبة للمشروعات الأخرى هو ناجح بنسبة 100%. 100% بنسبة 100% بدون حياد. ليه يا استاذ علاء؟ اولا لان الدولة اعطت للشباب الارض، والارض الذين هم قاموا بالبناء، والشباب هم الذين قاموا بالبناء رغم العراقيل اللي قابلتهم. هو يوجد عرقلين مهمين جدا جدا في مشروع ابن بيتك. واحد هو ان ابن بيتك المسمى بتاعه ان انا اللي قمت ببيتي وانا اللي تعبت بيه وانا اللي قمت بتأسيسه. العرقلة الثانية هي ضيق المساحة فقط، اللي هي 75، اللي هي يعني انت بقيت على 150. لا دي كانت اضيق من كده، ولا 75 بقى 75. كانت اضيق من كده، دي كانت على 5، دي كانت على 63% اللي هو محدود الدخل. ونقوم ايضا بسلم يكون من الخارج. فاحنا قلنا ان العادات الشرقية، الجمعية قالت لا ان العادات الشرقية المصرية ما تقبلش ان حد واحد يبقى السلم من الخارج وحد يروح جاي نازل كده، جاي نازل من الخارج، وحد ممكن تتفرج زي عشان تكون بحرية اللبس بتاعها في قلب بيتها ويحس ان هو وحدته الخاصة بيه اللي الممتلكة بيه ليه والأسرته بس، يبقى السلم داخلي. وهنا طبعا خد من المساحة، وهنا طبعا اخد من المساحة، فاصبحت ان المساحه بقت ضيقه ما تسعش اوضه نوم ان اي حد يتواجد مظبوط فيها. وده اللي بقوله، يعني احنا المساحه كانت 150 متر، وانا هنا كان في اعتراض. انا فاكر وانت طبعا كان على الجروب اللي عندكم، وانا طبعا يعني ضيف عندكم في الجروب من فتره كبيره، ضيف في ابن بيتك الحقيقه، ومتابع مشاكلكم الحقيقه من فتره كبيره. ويمكن لا انسى الالتماس اللي قدمتوه تحديدا ب كان 500 واحد تحديدا استاذ علاء، وتقدمنا بالسيد المستشار المحترم وزير الاسكان بالالتماس في الناس كانت حصل على عراقيل اقتصاديه وماديه مش قادرين يكملوا، كان هينسحب منهم الاراضي، فبالتالي نشدنا مدله ايوه فعلا بعد البرنامج اللي سعادتك قدمته، وقلت بالفعل عايزين يا جماعه طلبات مجمعه، وده كان طلب مشروع وزي قال لي طلبات مجمعه في 3 اشهر في 3 شهور، يعني عملوا سماح. بستغل ده يا استاذ علاء بالفعل ان انا طبعا الناس اللي بتتابع وجمعيه بيه بتشكر حضرتك للبرنامج اللي قدمته. انا عايز اشكر الشباب الطموح اللي هم بالفعل قاموا بفعل بامضاءات على ورقه، وهم اللي بنفسهم اللي راحوا، على فكره مش انا، هم اللي راحوا بالفعل. بس حضرتك وصلتها اعلاميا، ده دورنا كاعلام، ولكن بشكر ايضا وزاره الاسكان ان استجابت بالفعل. ولكن تم، ده سؤالي، هل تم السماح لهم وتم تم فعلا السماح ومدلهم مدتين، مدلهم 3 مدات كمان لحين الانتهاء من الاعمال، بل بالعكس ان هم بيسيبوا كل حد ان هو ينتهي من الاعمال بتاعته، والحكومه يعني على وهنا المشكله بس عشان نكون عارفين فعلا بتشتغل، يعني الحكومه حصل على قيل للشباب اللي بمناسبه اقتصاديه بعد الثوره وما كانوش قادرين يكملوا، تمام، بسبب ايه يا زعلاء؟ السبب اولا المقاولين، المقاولين انا سامع ان اولا في مقاولين، المقاولين كتير جدا جدا. الشباب اللي بنى في ابن بيتك يعني بصراحه كفحوا الحقيقه، انا عارف كفحوا، يعني انا اقول ياخد امتياز كبير قوي. اللي بنى بيت دور او دورين او ثلاثه ياخد امتياز كبير جدا، لانه لقى من المتاعب اللي اتوجدت من الامن ومن الميه ومواد البناء ونقل الى الصحراء. هؤلاء الشباب ده غير البدو طبعا الصحراء. اللي كنت متابع معاكم البدو العرب والاتوات اللي كانوا بياخدوها عشان، ودي طبعا كانت رساله بقى يعني لتواجد الامن. الامن دلوقتي متواجد ولا لا؟ الامن الحمد لله دلوقتي متواجد، في نقطه مركزيه موجوده، ونشكر وزير الداخليه الحان عمل نقطه، يمكن هو وزير الداخليه الوحيد اللي تواجد وعمل نقطه مركزيه موجوده في ابن بيتك، كنت تشهد له كويس موجوده واشتغلت فعلا. وبعدين عايز اقول لحضرتك على شغاله بالفعل، احنا مش جايين البرنامج هنا عشان نشكر او ننافق، لا احنا بنقول الانجازات الحقيقيه تمام. الانجازات اللي تمت كويس. فعلا في انجازات تمت كبيره جدا في ابن بيتك، في سفلته للطرق تمت، وان كان بعض المواصفات مش ولا بد، يعني مش كل الامكانيات. ليه قريت اخر رساله بالفعل الناس بتتمنى، بيقولوا كده رساله على الفيسبوك بالناشد السيد المحترم بدايه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزاره، احنا عاوزين نسكن في الاماكن دي بالفعل، فاحنا محتاجين بعض الخدمات كمدارس ومستشفيات وما شابه ذلك. في وانا عارف ان في مدارس، في مدارس بدات في طرق كثيره جدا تم السفلته فيها في ابن بيتك كويس. في اي بس يا رب برضه في مستشفى موجوده، يبقى ايه يبقى هو اللي يعني ايه ياخد السمك اللي موجود. طيب. يا ريت في خدمات اتقدمت، يعني مستشفى، في مستشفى
في وحدة صحية في المنطقة الخامسة. كويس. في موجود وحدة صحية. الناس بدأت تسكن فعلا ولا لا؟ نسبة الإسكان 10%. 10%. لابن بيتك. انما طبعا. الإسكان القومي اللي حواليه يعتبر كله بنسبة 70-80% سكن. طيب ده خلينا نروح لسعادة المستشار حمدي نوارة بصفة سعادتك طبعا رئيس جمعية إسكان بمدينة نصر ومستشار جمعية الإسكان أيضا بالإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر ورئيس أيضا لمجلس حقوق الإنسان. شايف المشروعات دي الحكومية في مواجهة الجمعيات الأهلية للإسكان الحقيقة مين ممكن ينافس أكتر؟ هو احنا المنافسة من الحكومة ومفيش حد يقدر ينافس الحكومة لكن هل النهاردة في جمعيات بتنافس لأن جمعيات الإسكان لما بتيجي تشتغل في مشروع إسكان نمرة واحد بتعمل دراسة متكاملة لكيفية إنشاء هذا المشروع. تمام. من خلال إن هي أنت بتعمل دراسة هندسية، دراسة اقتصادية، دراسة تجارية عشان تقدر تدرس السوق وتقدر تقول أنا هعمل مشروع متكامل من طرق لبنية تحتية لمرافق لمستشفيات لمدارس عشان تدرس مشروع متكامل زي كده يبقى انا لازم اكون عامل مشروع فيه دراسه متكامله اقدر ابقى عارف ان انا هعمل الوحدات السكنيه اللي انا هحمل عليها الشباب دوت ببقى انا عارف التكلفه الفعليه بتاعتي كام وعامل دراسه جدوى وبعمل دراسه جدوى ما بسيبش الشاب يعني مثلا انا احترامي الكامل لمشروع ابن بيتك بس انا طبعا هو نموذج من النماذج هو نموذج من النماذج لكن انا ما بسيبش الشاب اللي هو بدرجه كامله لا هي انا هو انا طبعا بعترض على النسبه اللي بيتكلم فيها 73% لا انا بقول ان هي نسبه النجاح فيها لا تعدى ال 40% لان انا ما اسيبش الشاب ان هو يبقى فريسه للمقاولين وفريسه للسوق والتعثرات بتاعت الشباب ده خير دليل ان انا سايب الشباب ان هو فريسه للسوق المصري لكن انا كجمعيه المفروض ان انا بوفر له التكلفه ديت وبوفر له المقاول اللي بيعمل له بسعر التكلفه وان انا بكون قادر ان انا بيكون عندي تمام. فريق عمل جوه الاسكان فريق الاسكان نفسه اللي انا انشاتها ان انا شغل كله هو في مجال الاسكان يبقى انا عندي مهندسين وعندي مقاولين وعندي اليه تنفيذ ان انا اقدر اوفر اشيل اعباء على الشاب ده ان هو يقدر ينفذ مشروعه. طيب ويبقى السؤال مع سعاده المستشار حمدي نواره والاستاذ علاء الدين اسماعيل بصفتهم طبعا مسؤولين عن جمعيات اسكانيه سواء حكوميه او جمعيات اهليه ولكن يبقى السؤال هل رقم 12 مليار جنيه لما يخصص ويستثمر في الجمعيات الاهليه للاسكان هل شايف الرقم ده كبير وكيف تحل العديد من المشاكل في اسكان الاجتماعي ده اللي هنقوله ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام والسؤال اللي بطرحه على حضراتكم بعد هذا الفاصل هل تتفق مع جمعيات الاسكان الجديده ولا لا ده بطرحه على حضراتكم ومستنين اجاباتكم سواء باتصالات تليفونيه او رسائل اس ام اس وبرحب مره ثانيه بالمستشار حمدي نواره اهلا بيك يا استاذ مستشار نواره على الدين اسماعيل وكنت طبعا عاوزين نتكلم عن تحديدا سؤال طرحته لحضرتك ايه اهم المشاكل اللي بتجدها هذه الجمعيات التعاونيه من ضمن اهم المشاكل اللي بتجدها الجمعيات التعاونيه ان نمره واحد ان احنا ما بيبقاش عندنا سبل تمويل خاصه بالجمعيات ديت ان انا عشان خاطر النهارده اقول انا عملت جمعيه اسكان وعايز اعمل نفذ مشروع معين هل انا عندي السيوله الكافيه لتنفيذ هذا المشروع ولا مشكله الماده يعني التمويل التمويل الفادي للمشروع اللي انت عشان تخش تاخد تخصيص من الدوله وتقول ان انا هعمل مشروع اسكان خاص بقطاع معين طيب. يبقى انا هكون قادر على تنفيذ هذا المشروع ولا لا هل عبئه الماليه كافيه لتنفيذ هذا المشروع ولا غير كافيه ماشي وهل انا هعتمد على لم هل النقطه دي تحديدا ايه السيوله الماديه او التمويل المادي سعد انا بعتمد على شقين في عندي استثمار من خلال مساهمه مستثمرين معايا في جمعيه الاسكان تمام ان هم يكونوا بيمولوا هذه المشروعات ب او رجال اعمال ما هم مستثمرين مصريين او رجال اعمال جميل تمام ان هو بيشارك في تنفيذ هذه المشروعات ويكون هو نفسه عنده من ضمن شركات مقاولات جميل عشان يوفر لي ان انا ما بشتغلش في السوق الاستثماري واقع فريسه للمقاولين وايه اللي هيبقى قدامنا نموذج زي اللي احنا شايفينه مثلا ادي مباني ولكن احيانا بتقف ولا تكتمل زي ما حضراتكم شايفين بسبب السيوله الماديه اللي حضرتك بتتكلم فيها فندم انا مع الفكر الجميل بتاع مشروع ابن بيتك ده مبنى مكتمل وزعلاء لكن مبنى في مباني يمين وشمال وساعات بتتوقف دي تاكيد لكلام ساعتك المستشار حمدي نواره ان ده نموذج محترم قدامنا وتم تشطيبه
اوكي، لان في سيوله ماديه، في عجز سيوله ماديه، وفي هو ما عندوش نفس السيوله اللي يكمل الكلام ده. البلوكات اللي شفناها في الاولان المرحله الاولى وهي لم تكتمل بسبب عدم وجود سيوله ماديه بالظبط يا فندم، بالظبط. ودي حلقه قلت حضرتك استثمار ده نمره واحد عن طريق المستثمرين من رجال الاعمال وبيكونوا احد اعضاء جمعيه الاسكان. طب هنا لازم يكون مصريين ولا ممكن يكونوا عرب؟ وارد يكون من العرب، وارد يكون من المصريين، ان يكون المستثمر قادر على تنفيذ هذه المشروعات في الحيز الجغرافي اللي انا هشتغل فيه. تمام، انا لو هشتغل في الحيز الجغرافي زي ما احنا عملنا بسال لسبب، يعني هنا في حته التملك هل في بعض القوانين بعض العراقيل بتقدم فندم التملك للجمعيه جميل. مش للشخص. تمام، التملك تمام. للجمعيه، الجمعيه بتمل بتخصص لاعضائها بما لا يخالف القوانين المصريه. يعني انا حتى لو عندي النهارده في اعضاء احد الاعضاء مستثمرين عرب، انا بينفذ المشروع نظير صفه تعاقديه بين الجمعيه وبينه. ماشي، فزي ما احنا عملنا كده في البحر الاحمر، احنا في البحر الاحمر عملنا مشروع اسكان خاص بجمعيه انقاذ البحر وحمايه البيئه للشباب، وتم تخصيص فعلا اراضي من محافظه البحر الاحمر، وهيتم تنفيذ مشروع خاص بالشباب هناك، والجمعيه فعلا بتقوم بالوضع على اكمل وجه، وعامله دراسه وعامله مجهزه. نفذته ده فعلا في البحر الاحمر؟ ده بيتنفذ على ارض الواقع في البحر الاحمر في شمال الاحياء، وبيتم تخصيص وحدات سكنيه خاصه بدون وجود اي مشاكل. بدون وجود اي مشاكل، لان احنا عاملين الدراسه قبل ما نقدم على المشروع، عملنا دراسة وجبنا مهندسين وجبنا محاسبين، وقمنا بدراسة المشروع، وقمنا بتجهيز الوضع الاقتصادي للمشروع، وقمنا بتقديم الدراسة على أرض الواقع للسيد محافظ الغردقة اللي هو أحمد عبد الله، والراجل تفضل مشكورا ووافق على المشروع وعمل دراسة اقتصادية ليه. طيب الموافقات هنا هل بتجدوا فيها أحيانا بعض العراقيل أو الروتين الحكومي في التعامل مع المحافظة أو مع الأحياء أو ما شابه ذلك؟ كل القوانين الحكومية أنت بتمشي بناء على اللوائح والقوانين المعتمدة من الدولة علشان تقدر تقنن وضعك معهم. جميل. وإن ما كانش فيه تقنين ومتابعة لجمعية الإسكان، يبقى أنت بتعمل مشروع وهمية والاحتيال والنصب على الشباب. يعني إيه أهم صعوبة وجدتوها الحقيقة وأنتوا كجمعيات أهلية يعني خاصة بالإسكان وجدتوها في التعامل مع المحافظة أو مع الأحياء؟ هي نقطة واحدة بس اللي احنا وجدنا دايما الخلل الإداري اللي هو بالتعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في متابعة ملف الجمعيات، ان انت بتجيب لي ناس عندهم عقم إداري بيتعامل مع جمعيات، بيتعامل بروتين من سنة 30، لكن احنا ما زلنا لحد الان احنا محتاجين تطوير احنا محتاجين تطوير علمي وايديولوجي زي ايه صعب الشهر. خلينا نكون محددين زي ايه بعض القوانين اللي قابلتوها فعلا في الشؤون الاجتماعيه تجد انها عرقله ولابد ان هي يتم فيها يعني ازاله لهذه القوانين او تبديلها؟ ان احنا مش كل مشروع اقتصادي هنقعد نقول ان احنا عايزين نعمل اجتماع مجلس اداره وتخطر الجهه الاداريه وتنتظر رد الجهه الاداريه في خلال شهرين. الشهرين اللي انت بتديني فيهم رد دول بيكون السوق المصري اختلف فيه الاسعار والدنيا اختلفت والسعر اختلف، الاسمنت الحديد كل شيء بتختلف. تمام، كل شيء بتختلف. النهارده انت احنا بنتكلم النهارده في مشروع اقتصادي، وبنتكلم النهارده ان سياده الرئيس بيتكلم عايز يعمل ينمي دور التنميه في البلد، وعايز يعمل مشروع. طيب ما هو برضه احد المسؤولين هيقول لسعادتك طب ما هو السرعه مش مطلوبه، لان انا كدوله المفروض بضمن حقوقي ولا يا زعلاء يا فندم؟ يعني المفروض النهارده بالطريقه اللي انت عايزها اراجع الاوراق وشايف، ولكن كل ده لك الحق فيه. الموضوع محتاج انا ما بقولش الكتروني ان يتم شويه بالظبط يا فندم. احنا محتاجين النهارده، يمكن احنا في خطه اتعملت من قبل 2011 اللي هي اسمها تشغيل المكان الالكترونيه، واحنا عندنا حاجه اسمها الحكومه الالكترونيه لما يتم تفعيلها على الوضع الالكتروني ان الدنيا تمشي تتحرك، لكن احنا مش عارف في بعض الجهات احنا ليه بنمشي بسرعه الصحفيات اللي هي ما زالت ما ضل صالح. انا بسمي اللي بينت طول ما انت بتشتغل يا فندم بالقوانين القديمه وبطريقه السلحفاء اللي احنا ماشيين بيها، انت بتساعد الفساد والرشوه من خلال الصناديق المغلقه والادراج الخلفيه. طيب بس في ناس برضه في المقابل الزعلاء هيقول لك طب ما في ناس بتستغل ده في ابواب خلفيه، فبالتالي الدوله لازم تبقى في ضمانات، مش كده ولا ايه؟ صح، لازم. ده حصل فعلا يعني في بعض الامور وسمعنا عنها كتير ومشاكل كتير. في جمعيات اسكان لمت اخذت الفلوس وخطت بعضها ومشيت. في حصل فعلا، حصل فعلا في جمعيات اسكان حصل فيها بعض، بس يعني كل هذه الامور بتختلف مع ابن بيتك اختلاف تام. جمعيه ابن بيتك هي تابعه او كانت بمثابه الرقابه على المشاريع بتاعت الدوله. تمام، وبتشوف احتياجات ومتطلبات ملاك ابن بيتك
يعني انا مش هقول مستفيد ابن بيتك، انا بقول ملاك ابن بيتك اللي هم يمتلكوا هذه الاراضي. امتلكوها بنوها، عملوا عليها يعني قاموا عليها مباني بتاعتهم تمام بمواصفات الجهاز بما تطلب منه الجهاز، ولكن بعض يعني قدمت جمعيه ابن بيتك خدمات جليله جدا لمستفيد ابن بيتك. اول حاجه رقبه الامن. عايز اسال بس حضرتك سؤال صغير، ملاك ابن بيتك هل منهم كان اديني مساحه قد ايه من ملاك الشباب في مشروع ابن بيتك؟ يعني انا عايز تقدر تقول لي هل في من ملاك ابن بيتك في شباب تم تنفيذ هذه المشروعات وأم الشباب نفسيهم هم اللي بنوا مشروع ابن بيتك، ولا انا متاكد ان ثلاث ارباع المتعسرين هم من الشباب؟ هو ثلاث ارباع اللي كانوا متعسرين من الشباب، ولكن هم بنوا، في اللي عمل قروض، في اللي استلف، ولكن هم معظم الشباب بنت البيوت اللي هم استلموها من الاراضي. التكلفه وصلت كام تحديدا يا استاذ علاء؟ تقريبا يعني 70,000 جنيه او 60,000 جنيه للدور الواحد. للدور الواحد كعظم. شايف ان ده رقم هل ده رقم مناسب للشاب المصري يا فندم؟ في 75 متر. ما انت حضرتك اعطتني مساحه ومباني طبعا. انا بنيت بالمواصفات اللي حضرتك طلبتها مني تمام. انت حضرتك بنيت الدور ده 63 متر اقدر ان انا اتعايش منه جوه، وفي الحقيقه مش 63 متر، هو بعد المباني والطوب يعمل 47 متر و11 سم. 47 متر و11 سم هي المساحه المبنيه بفعل 75 متر. لا 75 هتطلع 63 متر هتطلع 13 متر سلم. انت حضرتك وهي 63 او 75 متر مسطح. وليس لما كنا بنتكلم ساعه المستشار حمد النواره مع بعض المسؤولين كنا بنتكلم عن المساحه، لان كان في مطالب بالفعل ان احنا ليه ما بنبناش على 150 تمام. لا احنا قلنا نبني على التلتين ونسيب التلت. كان مطلب قديم احنا قلنا ايه نبني على التلتين. لا كان مطلب قديم ايوه قبل كان بلاش نبني على 150. المفاوضات دي ان هم فعلا كانوا عاوزين يبنوا على 150 متر. لا احنا مش احنا مش امنيتنا نكمل بقيه المباني مش على 150. ايوه طب حضرتك على التلتين ونسيب التلت. هو بنينا على 40%. نبني على احنا بنين على 50%. 50% دي ما بتحققش. يعني بمعنى ايه يا فندم؟ يعني بني على 75 متر. ساعة الرئيس انا بس عايز اكد المشاهد معلومه. لما كان مسؤولي وزاره اسكان بيقولوا هو الهدف ايه؟ قال له 75 متر بحيث يبقى الصافي 63 متر، وده مسمى اللي كان عامله النموذج المبارك. لا 63 متر الشقه 63 متر. لا لا فندم مش 63 متر مسطح وليس من الداخل 63 متر. ده اللي اتقال على مستوى ايوه فندم. 63 متر ازاي او 75 متر اللي اتبنى عليهم ازاي؟ مسطح من عند من السقف للسقف الاسطح. طب تعالى طلع سلم، طلع بلكونه، طلع مخارج، مش كل الحاجات دي معاك تطلعها. هتلاقي المستفيد من الداخل من جوه كام؟ المستفيد من جوه ده 47 متر و11 سم. هلاقي الاوضه ايه حجم الاوضه. يعني انا هقول سعادتك على حاجه يا فندم، انا النهارده هدي الاسكان اللي هو 63 متر. الاسكان يا فندم اللي هو 63 متر بتاع الحكومه اكبر من داخلي، اكبر من ابن بيتك، اكبر في المطبخ، اكبر في اوض النوم. يعني ممكن في اسكان ابن بيت الاسكان اللي هو بتاع الدوله 63 متر ممكن تحط اوضه نوم، ابن بيتك لا. مع ان المفروض ده هو ده نفس المساحه. لا قال لك ده مسطح. كان المغربي ساعتها كان هو المزيل موجود وقال له السلم من بره زي المصايف. قلنا له هي مش مصايف، لا من جوه. اعترضنا قام راح قال له ايه، قام راح داخل عمل اكارديون بلعبه جميله تاني من جوه. طيب 63 متر مسطح وطلع 13 متر سلم بره. في بلكونات 4 متر بلكونه من ناحيه دي ومترين بلكونه من ناحيه دي، وفي مدخل ده يقول لك ده مش ملك، مدخل اللي هو داخل بتاع الباب من اليمه ديت، ومدخل البيت نفسه كمان وانت حضرتك وانت جاي داخل. كل ده لما تيجي تطلعه تطلع 7 متر على الرسومات 47 متر و11 سم. ده وده مخالف لحقوق الانسان اللي حضرتك بتمثله. هل حقوق الانسان 47 متر؟ هل في حقوق الانسان يوجد في حمام متر ونص؟ ما ده بيخالف كلام حضرتك في متر ونص. ما ده اللي بيخالف انت بحضرتك، ده اللي بيخالف حضرتك بتقول ان هو نسبه المشروع نجح بنسبه 74%. انا بقول لسعادتك لا، المشروع لا بس المشروع نجح. انا هقول لحضرتك ليه اما تدي الشاب توتال. بص يا فندم انا هقول لحضرتك على حاجه. توتال المشروع ناجح
ماشي، بس انت قلت في البدايه يا فندم ازاي كده زعلان في الاول إزاي؟ يعني في الاول قلت انت بتناقض نفسك كده، بتقول ان هو حقق نسبه نجاح. نجاح عاليه يعني زي. انا اجي اقول ان نسبه النجاح للمشروع بالنسبه للناس للجمعيات اللي هي تاخد للناس اللي اخذت الفلوس وخرجت، يبقى انا عندي هنا نجاح يعني. وانا بيتي وبنيت. ثانيا الجمعيات، انا مش عايز اهاجم حد، بس الجمعيات بتيجي البنك بينزل شقه 63 متر بيروح جاي مسلمه للبنك، البنك يحط عليه فوائد ويجي يحط له بند كمان اخر. ايه البند الاخر انت عايز تحطه؟ اصل التكلفه زادت فلازم ازود حاجه اسمها كمان للتكلفات. انما انت هنا اللي بنيت وانت هنا اللي عملت صحيح المساحه صغيره، ما في تعثر في بعض الخدمات، بس الدوله قدمت خدمات. يعني مثلا يعني عندك تحتيه، انت قلت تحتيه موجوده من صرف الميه في معظم الاماكن الداخليه، في صرف في معظم الحاجات فيه، بس في سلبيات في البنيه التحتيه زي من تقصير من الدوله، زي مواسير الميه. مواسير الميه فيها اللي قدامنا ده بعض نماذج. المثال ده مش نموذج ابن بيتك يا استاذ علاء. ده مش نموذج ابن بيتك، دي طبعا عمارات، دي عمارات سكنيه عاديه، دي عمارات سكنيه. لكن نموذج ابن بيتك طبعا معروف ويمكن شفته كتير على الفيسبوك الحقيقه، انتم مصورينه استاذ علاء. نموذج معروف البيت الخاص اللي في ناس عاملاها ب 8 متر 60 و او 7 متر. جميل جميل. لكن لا بص انا عايز اقول يبقى اذا انت قلت لي بعض البنيه التحتيه مش موجوده زي في اماكن. مشروع ابن بيتك 92,000 وحده سكنيه على مستوى الدوله، يحوز اكتوبر 42,000، العاشر 18,000. كل هذه يعني ايه المناطق؟ 1000 وحده بس في اكتوبر، في اكتوبر 42,000 وحده في اكتوبر. حصل فيهم اشغال بنسبه كام يا زعلاء؟ اشغال يعني في اكتوبر بس سكنوا فعلا في اكتوبر. في اكتوبر تعدي 20%. 20%. طيب بما انك خاصه المنطقه الثانيه، ممكن امين عام، بما انك المنطقه الثانيه جمعيه ابن بيتك، المنطقه الثانيه هل بتقعدوا تعملوا اجتماعات وتناقشوا المشاكل وتبعتوا في؟ بص اقول لحضرتك حاجه، الجمعيه كان ليها دور بارز جدا جدا في المشروع. تمام. ولولا وجود الجمعيه والاشخاص المقيمين في الجمعيه كان المشروع ده زي بقيه المشاريع الثانيه كان مشروع وهم. يعني انا اشكر الائتلافات كلها اللي موجوده، اشكر اتحاد الملاك، اشكر الجمعيه بتاعت ابن بيتك، مش عشان انا فيها، لا هقول لحضرتك دورهم ايه. الناس دي ساهمت وعلى راسهم الجمعيه، ساهمت ان مثلا في وجود المرافق، ساهمت ان انا كنا بنيجي ندي للشباب محاضرات في جمعيه ابن بيتك في اسبوعيه، في الاسبوع مرتين، ازاي تبني بيتك وتقف وتباشر المقاول بطريقه هندسيه سليمه. كويس. رحنا جامعة القاهرة وعطينا محاضرات، وكانت في مستشارين موجودين مهندسين متخصصين كان بيدوا محاضرات لمستفيدي ابن بيتك. رؤساء جهاز 6 اكتوبر وبعض رؤساء الجهاز الاخرى زي المهندس محمد امين والمهندس عبد المطلب والمهندس حسام بدر بيفتح مكتبه كل يوم في مره في الشهر يوم سبت، بيجي بيدي بتشوف مشاكل ومتطلبات ابن بيتك، وخاصه في اكتوبر لان فيها 42,000 وحده سكنيه. كان بيسمح للشباب للائتلافات بتيجي علشان خاطر تقول تعرض مشاكلها اللي موجوده في ايه. الجمعيه تروح جايه بعتها بتقول انا عايزه وزاره الزراعه تيجي، تلاقي في المنطقه الثانيه في وزاره الزراعه بتيجي بتبيع وحط. حصل تشجير فعلا، شفت حصل تشجير كبير جدا في ابن بيتك، انتوا مصورين بالفعل. وبنبيع وبيتم بيعت، بنقول لي مثلا انت راجل بيقول انا بتاع زراعه، طيب تعالى اعرض الحاجات اللي عندك بسعر التكلفه او بسعر هامش ربح. يجي الناس طبعا بتقارن بتشوف من ده ومن ده، ومش مجبر يشتري ده بيشوف اقل سعر واقل سعر فبيشتري، بيقدر ان هو يبدا يشجر. قمنا في مشروعات عديده مثلا ايه الكهرباء، قمنا تدخل المواد الكهرباء على اساس ان تخش الكهرباء بسهوله، دخلت. شباب ابن بيتك لحمه من الشباب كويس، ملتكتفين مع بعضهم بيستطيعوا للمسؤول لو ما نفذتلناش احنا وراك اعلاميا، وراك بالزن، وراك بكل شتى الوسائل. طيب ما هو ده يخلينا نروح للمستشار حمدي نوار واقول لسعادتك، ما هو ده يخلي الناس او كثير من الشباب يقولوا طب ما احنا ده اضمن النظام الحكومي في او الجمعيات اللي هي الخاصه او تابعه للحكومه اللي انتم بتشوفوا عليها كده، عملتوا جمعيات ائتلافيه خاصه بالحكومه، اضمن بدل ما اروح لجمعيات خاصه ممكن ياخد فلوسي مثلا ويسافر بيها او يا فندم. ما فيش حاجه اسمها جمعيات خاصه، جمعيات الاسكان بتتبع جهاز التعاونيات تمام والاشراف الكامل للتعاونيات، ما فيش حاجه اسمها جمعيات بس خاصة. النهارده بقى اي حد مخول ليا استاذ المستشار وانت تعلم ذلك ان يعمل جمعيه تحت اي اسم مشهر تمام، ويجمع من 10 20 100 مئات الالافات او بيحصل ملايين احيانا وسافروا بيها بره، مش ده حصل يا زعلان؟ بيحصل. طيب فندم بنيجي نقول هنا كده في عندنا جهاز رقابه
بيتم مراقبه حسابات البنكيه الخاصه لكل جماعه هذه. مين يرقب الاشخاص دي؟ ما انا بقول لك جهاز تعاونيات هو المعني بالرقابه على هذه الجمعيات. والنهارده لما بتيجي تشهر جمعيه اسكان بتشهرها من تعاونيات وزاره الاسكان. تمام. هي المعنيه بالرقابه على جمعيات الاسكان. النهارده لما تيجي سيادتك ما تقدرش تلم اي فلوس ل هل تجد ان الرقابه صحت من الشهر يعني كما ينبغي ان يكون في من الاوقات اللي فاتت؟ في الاوقات اللي فاتت كانت الرقابه فعلا غائبه، لكن انا بقول لك سمع عليك ان ابتدت فعلا تحصل رقابه من وزاره الاسكان والتعاونيات على جميع جامعات الاسكان المشهره حديثا وما قبله ومتابعه دوريه للجامعات اللي تم اشهارها ان بيتعمل رصد للمشروعات اللي تمت عملها واللي ما قامش عمل اي مشروع بجامعات الاسكان بيتم الغاء. جميل. والسؤال اللي بوجهه لحضراتكم قبل هذا الفاصل مشاهدينا الكرام وهو هل تلجا للاسكان الحكومي اللي بتعلن عنه الحكومه يعني من وقت للاخر، ولا بتقول والله ما احنا نعمل مجموعه مع بعض وائتلاف مع بعض وناخد شقه بسعر التكلفه؟ وده بدا اشوفه النهارده كتير وبدا بعض من الشباب يروجوا عنه ومهندسين معظمهم على الفيسبوك. سؤال بطرحه لحضراتكم ونلتقي بعد الفاصل مع ضيفينا الكريمين، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مره ثانيه مشاهدينا الكرام. والسؤال اللي طرحته على حضراتكم قبل الهوا ان في بالفعل اتجاه دلوقتي من بعض الشباب بيجمعوا بعض بالفعل، وشايف ده منتشر النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، بيجمعوا بعض وب 20 30 واحد وبيعملوا سعر التكلفه بالفعل، يعني منها على سبيل المثال في محافظه اسيوط، فاتصلت بالفعل لحد اشوف عشان الدنيا ماشيه ازاي، قال لي احنا عندنا وصل المتر في اسيوط ل 7000 واكتر من كده بكتير، احنا دلوقتي بنسلم الشقه ب 1700 جنيه المتر، فاحنا بالتالي بنبيع بسعر التكلفه وهو ده هدفنا. ساعات من الشهر شايف النموذج ده ممكن ينتشر بنسبه كام، وايه ممكن الدوله تشجعه ولا يحصل ده دايما يا فندم اللي احنا بنتكلم فيه ان هو الائتلاف اللي عملوه الشباب دول هو نفس فكره جمعيات الاسكان ان هي بتوفر على 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 الشاب انها بتعمله بصادر التكلفه. تمام. النهارده انا لما جيت عملت مشروع ابن بيتك انا سبت الشاب للسوق المصري وللتجار والمقاولين ان هو يبقى فريسه ليهم. مظبوط. فان في النهارده الشاب المتعسر النهارده مش عارف يقوم بالمشروع دوت ولا قادر يبنيه، وفي الاخر هيبني حق لا يشمن ولا يغني من جوه في كوحده سكنيه حاجه و40 متر دي ما يعيش فيها حتى فرد بطوله، والمساحه كلها اسمها نموذج هنا. لكن في نماذج بالفعل تمت التكلفه، يعني هو الاتحاد التعاوني بيبقى بين مجموعه من الشباب المساحه اللي هو عاوزها، هو بيشتري الارض وبيبقى معاهم مهندس، بيبقى معاهم محامي استشاره قانونيه، وبيعملوا دراسه جدوى للمشروع وبيوديعوا تحديدا اموالهم كلها في البنك بحيث ما يحصلش تلاعب. بالظبط. ده نموذج محترم جدا. بالظبط. يحطوا فلوسهم كلها في البنك، ما فيش حد اسمه كل لنفسه او تساوي لنفسه ان يبقى رئيس ائتلاف او رئيس جمعيه او ما شابه ذلك. الموضوع ده نموذج محترم بالفعل، شفته الفتره اللي فاتت وكان بيتم، لكن بيجد بعض العراقيل ساعه من الشهر. العراقيل اللي بتقابله فنم حاجه واحده بس. احنا عندنا النهارده ان انا ما يكونش عندي كمجموعه ائتلاف انا عاملها والاخر استند على مقاول قطاع خاص يتربح من 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 خلالي في تنفيذ هذه الوحده السكنيه. تمام. لكن لما اكون انا عندي بستند الى اجهزتي التنفيذيه اللي جوه الجمعيه وعندي مهندسين وعندي مقاولين وعندي اليات تنفيذ خاصه بيا، وان انا ما بجيبش مصادر اشغال من خارج وبحمل العضو اللي عندي طيب اسعار تكلفه خارجيه. هنا من ضمن التقرير ساعه المشار اطرحه لحضرتك، حتى يحقق الاسكان التعاوني اهدافه فان ذلك يتطلب تفعيل اداء الجمعيات التعاونيه، ومن واقع الممارسه خلال السنوات الماضيه ظهرت الحاجه الى تعديل قانون التعاوني الاسكاني الحالي ما لم يحقق تيسير عمل الجمعيات. تعليق ساعتك على هذا. فنم قانون التعاونيات اللي موجود هو كان فعلا ثبت ان هو بيعرقل جميع الجمعيات الاسكان الفتره اللي فاتت. ليه؟ لان في عندنا دلوقتي احنا القانون التعاونيات بيجي يديني مساحه، بيدي معناها في بعض القطاعات مثلا يجي يقول لي المباني على 60%. يعني عندي في قطاع في قطاع القاهره الجديده مثلا في مدينه نصر يجي يقول لي المباني على 35%. في الشروق مثلا وبعض المدن الجديده ايضا بيبقى 60% تقريبا. تمام. بيبقى لا بيوصل الشروق 40% مش 60% كمان. 40% لما انت تيجي تديني مساحه 5000 متر وتيجي تطلب مني ان انا ابني على مساحه 4 عماير وتقول لي ما اسمعش 40%، يعني هو جهاز كله كان بيسلم في الشروق الحقيقه، ويعني كلمت قبل كده احد قانون التعاونيات الجديد يا فندم دلوقتي كان رئيس الجهاز الكلام ده مثلا من اربع خمس سنوات، قال احنا بنمضي على فيما لا يزيد عن 60%
في اماكن الشروق وما شابه ذلك يعني، وعشان رمضان ده قانون التعاونيات اللي هو بيجبرك لان انت نسبه البناء مش هتقد كده. فلما باجي ادرس انا الوضع الاقتصادي بتاع المشروع اللي انا هعمله دوت، بلاقي ان تكلفه الوحده السكنيه بحمل عليها المساحه كلها اللي انا واخدها تخصيص ديت من مرافق لبنيه تحتيه، فبتلاقي ان التكلفه بقت اوفر فوق العدد. تمام. فانت بتحط لي قانون وعراقيل ان انت بتحمل البنيه التحتيه على الوحده السكنيه بتاعت ال تمام. اذا قلنا النموذجين بالمناسبه فيه انعقاص مشترك سواء حكومي او قطاع خاص، العماله اللي قدامنا دي هو ده هدفنا يا جماعه في الموضوع، وده عامل مهم جدا. اعتقد الحركه يعني السكنيه والاسكانيه وبناء العمارات والانشاءات وما شابه ذلك، حركه المعمار دي مهمه جدا مشاهدينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين، عشان بتخلق فرص عمل جديده، مش كده ولا ايه يا زعلاء؟ هي مشروع ابن بيتك كان بورصة العالم كلها واقفة إلا بورصة مصر، وكان السبب الرئيسي مشروع ابن بيتك لأنه شغل جميع العمالات في ذلك الوقت في 2008 و2007. كانت بورصة العالم بتترنح، في مصر كانت عالية لأنه عطى للشباب أرض. ابني أنا بشجعك ب5000 جنيه، بشجعك بطن حديد، اجري اجري اشتغل. يعني بالتالي العجله او لم يحدث في اكتوبر بالكامل. طبعًا. ان انشاء وحدات سكنيه ضخمه بهذا المشروع بهذا الشكل موجود. وناخد اتصال بعد اذنك. استاذ شريف اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. لو سمحت كنت يعني كان في سؤال كنت حضراتكم طرحتوه اللي هو هل تثق في الجامعات الاسكانيه الجديده؟ مظبوط. الحقيقه مش حكايه جديد ولا قديم، حكايه هو سؤال انا بطرحه على حضراتكم، وهو ايه فايدة كل الجمعيات دي؟ يعني ايه الغرض من كل الجمعيات دي؟ لما يكون في حاجة اسمها وزارة اسكان عندنا، نبص نلاقي وزارة الاسكان بتطرح اراضي احنا ما نعرفش عنها حاجة ولا بنعرف بتروح لمين، ونبص في نفس الوقت نلاقي جمعيات بتظهر وكأن هي الفرصة الذهبية بالنسبة لنا كلنا. الحقيقة الفرصة الذهبية المفروض تكون الامان ليها الحكومة، الفرصة الذهبية المفروض تكون الامان ليها الوزارة المنوط بها ده، دي حاجة. الحاجة التانية كتير من الجمعيات دي للأسف، يعني احنا بنتكلم عن جمعيات جديدة، واحنا الجمعيات اللي موجودة اصلا اللي المفروض بقالها فترة موجودة بقالها سنين موجودة ما بتضمنش للمشتري الا يحصل له بعد ما بياخد وبيستلم ارضه. شكرا. اشكرك سيد شريف، شكرا جزيلا. الحقيقة كلمة في نقطتين مهمين جدا سعادة المستشار، وهي انا عفوا طبعا قطعتك، يعني بيتكلم ان هنا الدولة منوطة بده، واخد بال حضرتك ليه بعض الناس بتسيب الاتجاه اللي هو الحكومي وبتلجا للقطاع الخاص مع انه اكثر ضمانا؟ يعني ما هو في نقطه هنا فانا عايزين نتكلم فيها، الجمعيات الاسكان لما بتعمل تخصيص ما بتعملش تخصيص منها للعضو مباشره، التخصيص بيبقى من خلال وزاره الاسكان للعضو. تمام. يعني انا ببقى عليا ان انا بكون الاعضاء دول انا بجيب لهم تخصيص من اسم الجمعيه من الوزاره المختصه. لان انا لما بكون استاذ ابراهيم عندي عضو عندي في جمعيه الاسكان، فانا بضمن لك التخصيص ان انت بتاخد تخصيص الوحده السكنيه وانا القائم على المشروع. ماشي. لكن انا مش مالك المشروع. تمام. القائم على المشروع لتنفيذ المشروع ان انا بتبقى بتخصيص الوحده السكنيه من وزاره الاسكان لاسم سعادتك على طول. فاهمني؟ انا كجمعيه هو انا الوسيط المنفذ. ان وزاره الاسكان بتحد من العبء اللي بتاع نتحمل عليك اعباء شركات استثماريه انها تيجي تاخد الاراضي دي وتتربح من وراها وتبيع لك الوحده السكنيه بارباح تجاريه. طيب هو يمكن الاستاذ شريف برضه لفت نظر حضرات، يعني لفت نظر الحقيقه لحاجه مهمه جدا، وهي ان الفتره اللي فاتت لما تم اعلان عن اراضي وما شابه ذلك كان في اتجاه، وشفت يمكن محللين اقتصاديين وخبراء اقتصاد اتكلموا ان انتوا كده كدوله بترفعوا سعر الاراضي ده، يعني السعر الاهلي ما وصلش لده، سعر القطاع الخاص ما وصلش لده، يعني احنا وصلنا في الاراضي لاخر قرعه تحديدا تمت في القاهره الجديده والزعلاء فقط القطاع الخاص، وده كان تعليق ويمكن خبراء اقتصاد اتكلموا وكتبوا مقالات وبوح صوتهم الحقيقه الفتره اللي فاتت، وناس يعني على 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 ثقل اقتصادي ووزن فكري محترم. لما الحكومه تعمل ده ساعه المستشار وترفع السعر كده واخر قرعه كانت خير دليل على ذلك، طب ليه؟ ايه الهدف من ده؟ ما النهارده يا فندم انا كجمعيه اسكان، انا لو انا جمعيه اسكان لقطاع البترول او لشركات البترول، تمام، وعندي الميزانيه تسمح ان انا هعمل مشروع اسكان، طيب بمساحة 10 مليون جنيه. طب اخد اتصال وارجع لسعادتك عشان بس يقعد منا الاستاذ المشاهدين ما ينتظر حد على التليفون. استاذ حسب الله اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. منور يا استاذ ابراهيم الحلقه كلها. اشكرك اهلا وسهلا. وانا بجد يعني ببقى مبسوط جدا لما اشوف حلقات يعني متنوعه من حضرتك بالمنظر ده.
شكرا جزيلا. واهلا وسهلا بالضيوف. انا كان عندي بس مشكله يا استاذ ابراهيم كنت عايز اوجهها بس دلوقتي. يعني في مشكله بتواجهنا ان احنا دلوقتي من كتر ما احنا يعني موضوع الشقق وموضوع ان احنا يعني بنتوه في موضوع ان احنا عايزين شقه والكلام ده، بيظهر قدامنا يعني بعض النصب في جمعيات عامه. ازاي؟ يعني انا ليا واحد زميلي يعني اشترى فعلا شقه، يعني راح دفع المقدم بتاعها يعني 50,000 جنيه. تمام. تمام. والمفروض ان هو هيدفع 1700 جنيه كل شهر. اللي هو المفروض القسط يعني الشهر وكده. المهم فبعد ما خد يعني المفروض ان هو قال له 3 شهور وتستلم مفتاح الشقه. تمام. بعد 3 شهور فعلا سلموا مفتاح الشقه وراح اسكندريه على اساس ان هو الشقه بتاعته في مكان فلاني وقال له العنوان وكل حاجه. دي شركات مش جمعيات اسكان. لا ده جمعيه فعلا. ماشي. وبعد ما راح هناك الاسكندرية يعني اكتشف ان الشقة دي اصلا يعني شاليه ومتأجر لمدة اسبوع. تايم شير قصدك؟ نظام التايم شير؟ ايه؟ نظام التايم شير. ايه ايوه بالظبط كده. اه ده موضوع تاني التايم شير. ايه علاقته بجمعية الاسكان؟ طيب. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. موضوع التايم شير الحقيقة طبعا احنا موضوع مهم برضو بنطرحه الحقيقة. واشكرك سيد حسب الله لهذا الاتصال الحقيقة على سؤالك، لان في ناس الموضوع ده عاوزين نعلق عليه. بس انا عفوا قطعت حضرتك، اكمل كلامك ساعة المستشار في موضوع زي ما قلت حضرتك ان رفع الاراضي القرعة اخر حاجة يا استاذ علاء تمت بالفعل وضربنا مثلا بالقاهرة الجديدة. ليه تم ده؟ ما انا بقول لمعاليك الدوله النهارده بتقول انا هنزل النهارده طرح مناقصه ان انا هبيع الارض ديت بالمزاد العلني. نفترض ان المزاد العلني النهارده سعر المتر وصل ل 10,000 جنيه المتر او ل 20,000 جنيه. ايه اللي بيتحكم في ده؟ ايه اللي بيتحكم في سعر في السعر انه يوصل ده؟ قانون المزادات المناصات والمزاد، قانون 89 فن اللي بتشتغل عليه الدوله. تمام. احنا النهارده ما بقتش تدي تخصيص بالامر المباشر بسعر الارض كذا. النهارده قانون المناصات والمزادات 89 بيلزم الدوله ان هي تعمل مناقصه عامة وتفتح المزاد وتفتح سعر الارض. جميل. ماشي. بتتقدم الشركات والجمعيات ان هي لمن يرغب لاعلى سعر. لمصلحة الدولة طبعا هو انها السعر يوصل لاعلى سعر. طيب. يوصل ازاي في قرعة علنية حكومية تعلن فيها اراضي الدولة يا استاذ علاء؟ وده سؤال بوجه لحضرتك. وقطاع خاص مازال كان سعره اقل من كده، ايه السبب هنا شايف؟ هو القطاع الخاص كان تخصيص قديم يا فندم. مش تخصيص حالي. تمام. اتحدى اللي يقول لي ان في سعر تم تخصيصه حاليا وسعره رخيص. قانون 89 بالمزادات والمناصات بيقول ان سعر ان الارض بتطرح بالمزاد العلني وبيرسب اعلى سعر. طيب. يعني تعليق حضرتك الفتره اللي فاتت على الناس والخبراء اللي اتفضلوا اتكلموا في الموضوع ده بالظبط، كان ايه تحديدا ساعه المستشار من الناحيه القانونيه؟ ان من الناحيه القانونيه ان سعر الارض النهارده ارتفع بطريقه عاليه جدا من السوق الحالي لسعر الاراضي. طب وحل ده ايه شايفه زعلاء؟ هو ده يعمل اخماد كامل في جميع الصناعات في مصر. النهارده انا لما باجي انا بقول لحضرتك لو رجعنا للسؤال ان بورصه العالم كلها كانت بتترنح وبورصه مصر كانت عاليه. وكان السبب الرئيسي في مثلا مشروع ابن بيتك. تمام. وكان حوالين مشروع ابن بيتك اسكان قومي. ايوه. اللي هو يعني مثلا ايه يعني مثلا المنطقه الثانيه في ابن بيتك عندنا نقول ان نسبه الاشغال فيها مثلا كام؟ 30% في منطقه واحده. ما بقولش التوتال العام على الكل. 30% من الناس ساكنين من بتوع ابن بيتك في المنطقه الثانيه والاولى والثالثه. الاسكان القومي اللي حواليه 100%. تمام. واللي ما فيش مأجر. طيب ده يخليني ارجع اشغال. ايوه دي نسبه اشغال. دي بينتج عنها ايه؟ ناتج عنها ان لما الوحدات دي اتبنت ولما الاسكان القومي ده اتعمل اصبح ان جميع الصناعات اللي موجوده النهارده بقت شغاله. النهارده لو جت الدوله رفعت الاسعار وجت الناس يا دوبك ها اشتروا، يا اما استنى سقع عشان يبيع، فعشان يجي يبيع يلاقي نفسه السعر اللي جاي التاني مش مواكب، يبقى هو خسر، يبقى مش هيروح يقدم عشان يدفع فلوس. الدوله هنا بتخسر ما بتكسبش. بتخسر كانت بتكسب. وزاره الاسكان بتكسب. الكلام ده مظبوط؟ ايوه فندم. بتخسر ما تكسبش؟ يعني ايه الدوله بتخسر ما تكسبش؟ هقول لحضرتك. الدوله هنا وزاره الاسكان بتكسب فلوس. بقيه الصناعات اللي في الدوله متوقفه. بقيه الصناعات متوقفه. النهارده مشروع ابن بيتك لما جيت عمل انت بقى حضرتك ها عمل ايه؟ شغل كل الصناعات، شغل النقاش والحداد والمبلط وشغل مزبوط. شغل كل